فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى، الرسول نذير من النذر الأولى، والقرآن نذير أيضا. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة واقتربت القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، كما قال تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فليس هناك من يدفع عذاب الله، وليس هناك من يمنع القيامة من الوقوع. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أي تغنون، فكان أهل الشرك هكذا يفعلون، يأتون بمغنية تغني حتى يصرفوا الناس عن القرآن. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فيأتي الغني من مشرك قريش بنسوة وجوار مغنيات فاسقات يغنين ويرقصن لكي يجذب الشباب إليهن، فتغني المغنيات. هنالك الرسول يتلو القرآن في مسجده، أو يتلو القرآن في مكانه، وأهل الصلاح يلتفون حوله. وكي يصرف أهل الشرك الناس من حول رسول الله يشترون الجوارية المغنيات ويشترون الراقصات لإقامة الحفلات الصاخبة المصحوبة بالخمر والفحش والزنا، كي يصرف الناس عن رسول الله. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال تعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، والسامد المغني، وأنتم سامدون مغنون، فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية الكريمة بمكة، كما ورد ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سجد النبي عليه الصلاة والسلام بمكة عند تلاوة هذه الآية، وسجد معه المسلمون كلهم والمشركون والجن والإنس، إلا رجلا كافرا كان ضخما بمكة لم يستطع السجود، فأخذ كفا من الحصى فسجد عليه، ولقد رأيته بعد قتل كافرا ببدر. هذا ولقد ورد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية النجم ولم يسجد فيها، فعلى ذلك فالأمر فيه سعة، من سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في خطبة الجمعة بسورة النحل حتى بلغ قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما من في السماوات والأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون. سجد، نزل من على المنبر وسجد، وسجد كل من في المسجد. فلما كانت الجمعة المقبلة قرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال: أيها الناس، إن نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. قال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. قوله واعبدوا عطف للعام على الخاص، فالسجود أخص من العبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، تشمل السجود والقيام، وتشمل تلاوة القرآن، تشمل أمورا عديدة. قال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. جعلنا الله وإياكم من الساجدين العابدين الحامدين الشاكرين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المجاهدين في الله حق جهاده. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم،
والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.